هل يجوز للصبيان أن يقفوا في صلاة الجماعة في أطراف الصف الأول سواء عن اليمين أو عن اليسار إذا كان الصف غير كامل؟ وإذا دخلت المسجد والصلاة مقامة ووجدت مثل هذا الشيء فماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أقف بجانبهم أم أفصلهم وأقف بجوار الكبير في الصف؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الطفل مميزا فإنه تصح منه الصلاة، وبالتالي فإنه يقف في الصف، وإذا دخلت فصف في نهاية الصف، عليك أن تصف في نهاية الصف ولو بعد الأطفال ما داموا أنهم قد بلغوا سن التمييز وصحت صلاتهم. أما إذا كانوا دون التمييز فإنك تؤخرهم وتقف مع الصف لأنهم لا صلاة لهم ما داموا دون التمييز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.